مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده هتتكلم كالمعتاد في موضوع اجتماعي مهم جدا 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 بيحصل في بيوت كتير جدا جدا عندنا، في كل بيوتنا تقريبا. ما عندناش حد ما عندوش حاله طلاق، يا اخ يا اخت يا ابن يا ابنه، في حد دايما يعني في مشكله طلاق في اسرته. النهارده الاول قبل ما نبتدي كلامنا وقبل ما ابتدي فتح الموضوع برحب بزميلاتي مروه ودينا. اهلا يا مروه. اهلا يا دينا، اخباركم ايه؟ ازيك يا مروه؟ كالمعتاد وحشتينا طبعا كالمعتاد. تسلمي يا حبيبه قلبي. فهنرجع ونفتح الموضوع ونقول ان احنا الطلاق ده حصل وخلاص، ايه اللي بيحصل لنا بعد الطلاق؟ ليه بنتوحش بعد الطلاق؟ ليه بننسى ان هو ده الزوج اللي انا اخترته في يوم من الايام، او هي دي الزوجة اللي انا اخترتها في يوم من الايام؟ اختلفنا مع بعض، اختلفنا مع بعض مش معناه ابدا ان هو يبقى انسان مش كويس، مش معناه ان انا اشهر بيه، مش معناه ان انا ارفع عليه قضايا، مش معناه حاجات كتير قوي قوي قوي. دايما بقول يا ريت نفضل محترمين بعض. وعلى فكرة مش بقول الكلام ده على الناس اللي بيطلقوا عندهم ولاد بس عشان ولادهم. طبعا اللي عندهم ولاد بتبقى الحالة أدعى إن احنا نحافظ، لأن ده هيفضل طول عمره أبو ولادي، ودي هتفضل طول عمرها أم أولادي. إنما حتى لو انفصلنا مع بعض وما عندناش أولاد، يا ريت نحتفظ بقدر كبير من الاحترام، وما نسمحش لأي حاجة إن هي تعكر هذا الاحترام، لأن هيفضل دايما السيرة الحلوة هي اللي موجودة. أحب أعرف رأيكم يا بنات. والله الطلاق يعني طبعا هو أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن دايما بنشوفه وبنواجهه في أسر كتير جدا. بنشوف دايما زي ما مها قالت حالة واثنين وثلاثة من الطلاق. والحقيقة احنا عندنا برضو يا مها إحصائيات كبيرة جدا، يعني بتقول ان في يعني كل 4 دقايق في حالة طلاق، فدي طبعا إحصائية كبيرة جدا. ده ولا حالات الولادة، فدي نسب بتبقى مبشرة ان في حاجات دايما مش كويسة. خلينا بقى نتكلم عن الزوجين دلوقتي. الكيد والانتقام دي بتبقى شكل اي علاقه بيبقى فيها انفصال. الزوج والزوجه دايما ما بيكونوش باصين للاولاد، عن الاولاد لو جم فكروا، سواء بقى هنتكلم عن الشكل العلاقه. الزوجه هنا بتعمل ايه؟ انا مش عايزه اوري جوزي الاولاد، انا بعلمه الادب بالاولاد. طيب لما نيجي نبص ونيجي نتفرغ كده ونشوف الابنه لما تطلع، هي مش هيكون عندها الهيكل الاب السند، هتبقى علاقتها بجوزها مش حلوه، ولا هتربي ولادها ان يبقى فيه كائن اسمه الاب. بعملها مشاكل نفسيه بالظبط، يعني مش هيبقى فيه كيان كبير اسمه الاب انا بحترمه او انا بتحمل عليه كل او بحمل عليه كل المسؤوليات اللي عندي، لان في يوم من الايام انا امي كانت دايما مشوهه صوره ابويا عندي، ففي فراغ كبير جدا بيحصل هنا. تمام. والابن برضه بيبقى دايما رايه من دماغه، انا مش هممني، بابا كده كده بعيد، هي ماما مديانه صوره كده ان بابا دايما مش موجود. فده غلط جدا، انه بيعود على الاولاد بالصراع النفسي. دي مشكله، لان فعلا المفروض الاولاد يبقوا بعيد خالص عن الموضوع ده تماما. يعني حتى الطلاق لما بيكون بين الاب والام، الاثنين اتفقوا اوكي انا مش عايزه اكمل وهو مش عايز يكمل، ويبتدوا خلاص يمشوا في اجراءات الطلاق، بمجرد ان يتم الطلاق مع ان الاثنين متفقين بيبتدي بقى الصراعات. الام تبتدي تتكلم عليه كلام مش كويس قدام ولادها، وقدام الكارثه بقى انه قدام على يعني على العلن بالظبط. يعني تلاقيها على الفيسبوك مثلا تعرفي على طول ان حصلت فيه حاله طلاق بين الاثنين دول. بجد يبتدي بوست ينزل بقى كده بترمي كلام عليه، بتقول مش عارفه ايه. يبتدي هو كمان على صفحته نفس الشيء. فالموضوع ما بقاش بس خاص بالاولاد كمان. يعني الاولاد شافوا الموضوع بقى مفتوح للعامة، بقى كله دلوقتي يتكلم، هي تبتدي تقول كلمه مش عارفه ايه، هو يقول كلمه، فخلاص بدا الصراع. ويا ريتها بتقتصر في الاهل بس زي ما هي بتقول، ده بيبقى فعلا في العلن. والفيسبوك النهارده ما بيبقاش يعني مخبي حاجه، كل الناس بقت تعرف كل اخبارنا من الفيسبوك. بقى في بقى بوستات بتنزل كده الجميله، بتبقى معرفانا ان الحاله هنا في حاله طلاق وهتحصل حاله طلاق. نلاقي كومنتات بقى تقول لها ايه، طب انا هكلمك حالا عشان اعرف في ايه. بقى في حتى مقدمات بتوحي ان في حاله طلاق هتحصل او انفصال هيحصل. بالظبط. غير كده كمان انا بشوف ان يعني تدخل الأهل وتدخل الصحاب بيبقى كارثي، لأنه بيشحن كل طرف ضد الطرف الآخر. يا ريت ما ننساش إن دول اللي اخترناهم في يوم من الأيام، يعني في يوم من الأيام أنا اخترت الزوجة دي، فأكيد إن أنا شايفة حد محترم، وأكيد إن أنا شايفة إن الزوج ده راجل محترم، وإلا ما كنتش ارتبطت بيه. فما ينفعش إن بعد ما يحصل خلاف
لا ده راجل مش كويس وده راجل اصله بيعمل وده راجل اصله بيساوي، هيفضل دايره اللوم دي بالظبط بتعود عليهم هما الاثنين. والاطفال مش طرف خالص في القصه خالص، لازم يفضل شايف ابوه هو الراجل المحترم، الراجل اللي هو بيعمل له حساب، الراجل لا اخوف بيه ولا اتهاون بيه، المثل الاعلى بالظبط كده، ابوك راجل كويس ولا يعني بلاش حته طب انا هقول لباباك حتى للي مع بعض، لا خليها دايما ايه ان بابا لو عرف هيزعل من الحاجه الفلانيه مش عارفه ايه، يبقى عارف دايما ان الاب موجود في الصوره والام كذلك. ويا ريت موضوع مصاريف المدرسه بتاعت الولاد دي تخلص بقى، عشان بجد عيب قوي. طبعا حالات كتيره جدا بنلاقي ان الاب والام متزوجين والولاد في مدرسه معينه، ولما بيحصل الطلاق بيبقى الاب ياخدهم او يسيبهم مع باباهم مع مامتهم، بس يغير لهم المدرسه لمدرسه اقل في المستوى، او مدرسه كانت انترناشونال بقت مدرسه ناشونال، عشان انا مش هدفع لهم كل ده. ما هم اولادك على فكره وهيفضلوا هم اولادك، ولما يكبروا انت بتستثمر في اولادك دول بكده ونقلتهم، اولا فركشت البيت دي حاجه، زائد ان انت هتنقل لهم مدرستهم باصحابهم بالمدرسين بتوعهم، حياتهم كلها بتتلخبط. بلاش نعاند مع بعض ويبقوا الولاد هم اللي يعني بيتفرموا في النص وهم اللي بيتسحقوا في النص، وننسى ان دول ولادنا والعند بياخد تطورات. في حاجه بقى مهمه دلوقتي عايزين نفتحها يا جماعه، حكايه التشهير، مش بس الطلاق بقى وزعلانين من بعض وما بنكلمش بعض، العيوب بقى اللي بتطلع. لا ده في دلوقتي يعني كان في قضيه قريب ان راجل صور مراته وبعدين بينشر الصور بعد ما طلقها. للاسف يعني ايه انشر صور مراتي بعد ازاي كانت مراتك في يوم من الايام؟ ده عرضك حتى لو ما فيش ولاد ما بينكم، يعني دي كانت مراتك بالزبط. ازاي ممكن يعملوا كده؟ انا مش عارفه. النخوه دي حاجه فعلا بقت صعبه جدا، واحنا شفنا في احد البرامج فعلا الموضوع ده حصل. وكان في صراع بينهم ومكالمات بينهم، وانا هعمل فيكي وانا هسوي فيكي، كل ده عشان حصل حاله طلاق. يا جماعه برضو زي ما انا ذكرت ان من الحق الاب انه يشوف ولاده، وبرضو من حق ان الاب يبقى ليه حقوق كتير على اولاده، كمان من حق الزوج او اللي طلق مراته يبقى دايما فاكر ان في حاجات نفسيه بتعود على الست بعد الطلاق، ثقتها بنفسها دايما بتتهز، نظرة المجتمع ليها دايما بتبقاش زي الأول. الحكايات اللي تقول لو بقى كمان في مناطق شعبية تقول لك بقى دي رايحة فين جاية منين، فيعني كفاية الوضع الاجتماعي اللي هي اتحطت فيه. فزي ما ماها قالت بلاش موضوع ندخل الولاد ومصاريف الولاد ومصاريف المدارس، وانا لا انا مش هدفع اكتر من كده، لو هما فعلا يعني هما لسه ولادك وهيفضلوا ولادك في حفظه، خلي يعني الطلاق مقتصر للام والاب فقط، بلاش ان الناس ما تطلقش ولادك بالظبط كده، هي مش ما بتتاخدش كده خالص، فدي مشكله كبيره. احنا برضو مش عايزين نحط اللوم دايما على الاب في موضوع الطلاق. اوقات على فكره الحياه بيبقى استحاله ان هو شايف ان الجد احنا ما بنحبش على الأب. فكره هو الاب والام اوقات احنا بنتكلم بس ما بحطش المصاريف دي على الاب طبعا، اوقات بجد لان بيحصل كده كتير. اوقات بجد في حد بتستغل موضوع ايه بقى اللي هو انت كتبت لي ايه قبل الجواز وعملت لي قبل الجواز ومؤخر والحاجات دي كلها اللي هي المفروض ان هي بتتكتب والقايمه والحاجات دي كلها، فتبتدي بعديها بعد الجواز بتبتدي تتغير هي في معاملتها معاه، او حتى لو شاف منها اي مساوئ انا مش هغير مش عاجبك طلقني. على فكره دي حالات حصلت فعلا طلقني وادفع ادفع لي. فبدا ده برضو الموضوع ده مخلي ان الحياه برضو فيها يعني مشكله الحياه الزوجيه اهي بتنتهي عشان ايه؟ تفكير في ماديات. يعني في حاجات برضو بتبقى ما فكرتش في الولاد كأم مثلا، ان هي مثلا قلب الام او كده، لا انا خلاص كانها صفقه وعايزه تطلع من الجواز دي بمقابل مادي، طالما مش مرتاحه او طالما هخسر يبقى اطلع بمقابل مادي بالظبط، انا مش فارق معايا انت اللي هتدفع. ويضطر على فكره يعيش في جحيم، اوقات يبقى مثلا هي منكده عليه طول الوقت، فمضطر ان هو يعيش طول الوقت بقى كده ومتحمل، خلاص انا مش هقدر ادفع لها، انا كاتب مش عارفه ايه وايه وايه، وهي ماسكاه بكده وتفضل تتمادى. طب ما هنا برضو يعني الموضوع احنا مش عايزين برضو بالزبط. نحط الموضوع على الزوج بس، لا هي على الزوج والزوجه بالزبط. كل في 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 مكانه يعني. كمان عايزه اذكر حاجه مهمه جدا، لان دي انا قريتها في قصص كتيره قوي قوي قوي، جزئيه الرؤيه وجزئيه الجدات الجدود بيتحرموا من عيالهم، لان في امهات بيمنعوا الاولاد اللي في سن الحضانه، الحضانه بتبقى مع الام، بيمنعوا الجدود ان هم يشوفوا الاحفاد خالص.
اولا عمرك ما تمنعي طفلك حتى لو ما بيدفعش. شوفي انا بقول لك لدرجه ايه، حتى لو ما بيدفعش ما تحرميهوش من ان هو يشوف ولاده علشان صحه ولادك النفسيه طبعا. مش عشانه هو، عشان صحه ولادك النفسيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، الجدود وجودهم مهم جدا. بالعكس انت يمكن لو وريتي له الاولاد ليه لا ان هو يتعلق بيهم وان هو يبقى فيه، لو بعتيهم طب ما خلاص اوكي بينسى بعد شويه وقلبه بيجمد وخلاص ما بيفرقش معاه، مش دافع بقى خلاص، والعمليه دخلت في عنده ومش دافع. وبلاش حته ان احنا نروح نوري يعني الولاد لابوهم في مكان عام وفي النوادي وفي الحاجات اللي بتحصل دي، على فكره بتاثر والله العظيم. يعني يا ريت يكون عندنا شويه ثقه في بعض واحترام لبعض واحترام للطفل اللي ما بيننا ده، ونعرف نتعلم ازاي نتعامل مع الموقف ده. خلاص موقف احنا اتحطينا فيه وردينا بامر ربنا فيه، نبقى نتعامل معاه بشياكه كده واحترام. في اباء وامهات كتير بيلعبوا دور المحرضين لعيالهم، يعني مثلا بيقولوا لا قول لباباك كذا. الكلمه الجمله اللي انت بتوصليها لابنك او بنتك عشان توصلها للاب، هي ممكن تكون عدت بمرور الكرام كده على ابنك، بس انت مش عارفه الكلمه دي ممكن تعمل بعد كده في بنتك ايه او في ابنك ايه. ما هو برضو العيال دول عيالك. فدي مشكله، قول لباباك انا مش هعمل كذا، قول يعني هي دايما بتدخل الاب كانه هو مثلا الايه المجرم الاول والاخير في حياتها، ان هو السبب. فانت بتستخدمي ولادك، ولادك دول اسلحه، يا حافظتي عليهم يا سبتيهم، ويعني ده غلط. يعني خليتيهم كده في حاله من الاستقرار والامان، ده افضل طبعا لكل الاسر المصريه. يعني حتى لو مش قادره ان هي تتعامل، تمثل بجد عشان بس حفاظا على نفسيه ولادها. ان هي ممكن تمثل الموضوع، ان حتى لو شافته قدامهم او اتقابلوا مثلا بالصدفه، ما تتعاملش معاه مثلا بطريقه وحشه، او ان هي مثلا لا ممكن تسلم عليه وبكل احترام وبكل ذوق. بجد ده ابو ولادي، في لياقه، في حدود، يعني دايما للتعامل لازم يعني. يذكروا كلمه ابو ولادي، وهو برضو يقول ام ولادي. الاب والام الكيان، مش تقول لهم بينهم قول لابوك عايزين مش عارفه ايه، لا استاذن بابي واطلب منه، استاذن بابا واطلب منه، استاذني ماما وقولي لها انا ممكن اعمل كذا ولا لا. طول ما احنا فاكرين ده الولاد، ده لمصلحه الولاد مش لمصلحتكم انتوا. خلاص انتوا عملتوا اللي عملتوه، ولو نقينا حتى غلط او اختارنا غلط في حياتنا شريك حياتنا، مش معناته ان انا اخلي اطفال هي اللي تدفع الثمن. في بقى نقطه مهمه جدا يا ماما، عايزين برضو ايه من خلال برنامج اللمه الحلوه، ان احنا نوجه الاهالي، قول لها هي هتعمل كذا، الحما الام او حما الراجل او حما الست دايما بيبقوا محرضين اكتر، وبيبقى الفكر هنا يا مها بيبقى اكبر، والتخطيط بيكون اكبر. قول لها انت لا مش هدفع لك، لا مش هعمل لك، لا ولاد ابنك ولاد بنتك مفيش حاجه اسمها مش هتدفعي لهم عشان هي انت زعلانه منها ان هي بقت طليقه ابنك النهارده، او بقى مثلا ده طليق ابنك، فقول لهم احنا مش هندفع كذا، لا احنا عايزين نحافظ على الكيان الاسري، حتى لو مفيش جواز بس في اولاد وفي كيان اسري محترم. وفي العيال لما بتكبروا، ان في ناس لما بيتطلقوا بيفضلوا صحاب صحاب، وبيسافروا مع بعض رحلات مع الاولاد، يعني يقضوا يوم في مكان بره مع الاولاد ويفضلوا يتعاملوا كاصدقاء. يعني عارفه ازاي يتعاملوا باحترام، مش عارفه ايه، وينزلوا البحر الولاد وبتاعوا ينبسطوا في العين السخنه مثلا، حاجه على بعد ساعه كتير. وعندنا ممكن بدا يحصل، بس برضو انا نفسي الموضوع ده فعلا يبقى كده بجد، ان الناس كلها تراعي ربنا في ولادها وفي الشخص اللي ارتبطت بيه واختلفت معاه، ونبقى عارفين ان الطلاق ده مش معناه ان انت فاشله، ومش معناه ان انت فاشل. الطلاق ده معناه ان احنا ارتضينا بعض، وان انت انسان محترم بدليل اني اتجوزتك، وان انا انسانه محترمه بدليل ان انت قبلت بيا، بس اختلفنا مع بعض. لما عشنا مع بعض ما ارتحناش، فما قدرناش نكمل، فقررنا الانفصال. ده بالظبط ملخص الموضوع. مش معناته ان في حد فينا وحش خالص، بالظبط. واكيد بيبقى في محاولات كتير من الزوج او الزوجه ان احنا مثلا نكتمل الشكل العلاقه او نكمل حياتنا مع بعض، سواء من الزوجه بتدي فرص كتير والزوج بيدي فرص كتير وصولا للطلاق. وبعدين ده بيعود كمان يا مها على الزوج والزوجه بالحاله النفسيه السيئه وصولا للقضاء. يقول لك بقى انا بص انا هوريك هعمل فيك كذا وكذا وكذا، وهو يعمل فيها كذا وكذا. وفي ناس بتفكر برضو ما بيرعوش ربنا، انا هشهر بيه عشان اخد منها. لا لا لا, لا هي ما بتتحسبش كده خالص. كسة. يعني بجد انت بتستخدم عيالك في امور ما ينفعش انت تستخدمهم فيها. يعني لاحظ ان دول في الاول وفي الاخر ولادك،
ودي كانت في يوم من الايام مراتك وقاعده جنبك وفاتحه لك بيت، وبرده ده يعني موضوع مهم جدا اللي عندنا رجاله كتير جدا بيكونوا عنيده شويه بعد الطلاق، وعندنا اهالي مظبوط صعبه برده محردين يعني محردين من الدرجه بالزبط. الاولى دي هتبقى مطلقه، شوف مين اللي ياخدها، دي هتبقى مطلقه بعيال، شوف مين بالظبط كلمه بالزبط عيال بالزبط انا قصدها يعني. طب ليه مهما كناش زمان قوي نسمع عن نسب الطلاق كده قايم، ما نسمعش اجدادنا مثلا كان في طلاق ولا في الحاجات دي، وعلى الرغم ان هم لما بييجوا يتجوزوا مش بيختاروا بعض يعني زمان قوي ما كانوش بيختاروا او بيشوفوا بعض يمكن غير قبل الجواز مثلا في قبول. اعتقد ان الجواز ده هو اللي بينجح على فكره الجواز زمان. ليه بقى؟ هقول لك ليه، لان كان في طاعه عمياء بجد، الست بجد كانت بتعامل جوزها بجد بما يرضي الله، وهو كمان يعني فعلا، وتحس ان هما يفضلوا لحد لو فضلوا ال 100 سنه عايشين الاثنين بجد خايفين على بعض وايدين في بعض، خايفين على الكيان الاسري يعني. بصي تلاقيهم عارفه ايه، زمان لما كانوا يقولوا كانوا يقولوا مثل لطيف قوي، كانوا يقول لك الست الراجل يطفش والست تعشش حاجه كده، او الست تعشش والراجل يطفش، فعلا انه الراجل مهما عمل بيتي وجوزي وديني قاعده دلوقتي. الست كانت حموله جدا وبتتحمل وتحافظ على بيتها وعلى اولادها، ما كانش في فكر، ما كانش في اختيار اسمه طلاق. ده بيرجع بقى لايه؟ بجد ترابط للتربيه يعني. زمان زي ما دينا بتقول ان الزوج ده بيبقى في اطار الاب، الوالد مثلا بيتوفى، الزوج بيجي هنا ان هو ده خلاص ابويا، وده بقى يقول لك تاج راسي، وده ده خلاص انا ما اقدرش اختلف معاه، بيبقى في حاجات جميله كده فعلا. احنا دلوقتي ما بقينا كلنا مفتقدين الحاجه دي، كل دلوقتي بقينا نشوف الراي رايها، يقول لك لا 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 انا رايي رايي والشورى شورتي وانا وانا وانا، وفقدنا الكيان اللي انا بقوله لك في الزوج، وبقينا كمان نربي في الابنه الصغيره اللي بتكبر ما بتبقاش عارفه الكيان الاب ده هيبقى مكانه الزوج. انت بتربي بقى دلوقتي هنا ايه، حبك حب البنت لابوها هو نفس الحب لما تكبر هيبقى الحب لجوزها بالظبط. ما عشان زمان كانوا بيشوفوه قدامهم مش محتاجين يقولوا لهم بالظبط يعني كده. زمان بيشوفوا الام بتتعامل مع الاب شايفين القدوه قدامهم، هم عايشين الحاله فعلا بالظبط، الاحترام المتبادل في البيت عامل ازاي، فبيطلعوا كده بالفطره باللي شايفينه قدامهم. دلوقتي شايفين كانت احسن حاجه فعلا، شايفين بشاعه اه والله. عندك انا عايزه بس نكون رحيمين كمان بالناس اللي هو يعني ايه، يعني كل واحد الطلاق حاله، ما حتى لو الواحد طالبه يعني، حتى الست اللي بتطلب الطلاق او الرجل اللي بيقرر ان هو هيطلق، اعتقد ان هم بتبقى في مرحله معينه كده في حاله حزن داخلي طبعا، والا ما كانش يتقال عليه يمين بيتهزله سبع سماوات طبعا، اللي هو انت بتسلخي حاجه من حاجه يعني عارفه ازاي، جزء منك انتوا بقيتوا كيان واحد وفجاه الكيان ده بينفصل، فاكيد هو مؤلم. خدي وقتك، احزني ازعلي وتقهري وكل حاجه، وانت كمان ازعل وخد وقتك في الزعل علشان تقدر تتصالح وتتصافى مع نفسك تاني مره تانيه، ما تكبرش ما يعني، فاهم قصدي؟ مظبوط. اه انا بشوف ان الواحد لما يجي من اول يوم عايزين يخرجوكي من الزعل ده ويقول امي اخرجي امي مش عارفه ايه، أيوة. بالراحه بالراحه عليا، سيبوني احزن، ايه المشكله؟ تاخد وقتها طالما الموضوع يستاهل حزن احسن بجد، عايزه تعيط تعيط، تحزن تاخد وقتها، وبعد كده هي هتخرج من كل ده لوحدها وهي مقتنعه بجد. لكن ما ينفعش كده يعني بجد، الحياه رتم الحياه بقى سريع في كل حاجه بالظبط. عايزه اقول لك بقى تشبيه الجواز دلوقتي بالاد اللي بيتعمل على الفيسبوك والطلاق البلوك على طول بجد والله. أيوة فبقت أيوة. الحياه كلها بجد كل حاجه سريع فعلا. بقت فعلا ماشيه رتمها سريع زي الحياه بالظبط. ده حقيقي. ساعات الخلافات الزوجيه الست بعد الطلاق ما بتطلعش منها يعني، بعد الطلاق تفضل حاطه نفسها في اطار الخلافات، وده عمل واللوم، لا اصل ده السبب، ده السبب، خلاص انا مش هوري له العيال، هو لا اصل انا مش هصرف، اصل حصل من مش عارفه كام سنه. كمان المجتمع بالزبط. هو اللي بياكد ده عليها الحقيقه، المجتمع هو اللي بيفرض على الست المطلقه. عارفين لازم نعمل حلقه بجد عن معاناه السيده يعني السيده العربيه عموما بعد الطلاق. لفظ مطلقه ده بيجر عليها ايه من المشاكل، ونظره المجتمع ليها ازاي، لازم مزبوط. نعمل الحلقه دي يا جماعه. مظبوط. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير ورجعنا لكم مره ثانيه، وبنتكلم عن موضوع مهم جدا، عن موضوع الطلاق وما يحدث لنا بعد الطلاق. احنا عندنا نسبه طلاق عاليه جدا 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 بالذات في السنوات الاخيره، مش عارفين ايه اللي حصل في مجتمعنا. واقع حصل اوكي موافقين، بس ازاي نتعامل مع بعض بعد الطلاق، حالات الـ يعني اقول ايه، تنمر ببعض، حالات تحرش ببعض، ما هو مش تحرش مش شرط يبقى جنسي، بس ازاي نتعامل مع بعض بعد الطلاق
ده اللي هنعرفه مع بعض من دكتوره سالي الشيخ، استشاري العلاقات الزوجيه. اهلا بحضرتك دكتور سالي. اهلا وسهلا. اهلا، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله. ايه اللي بيحصل لنا بعد الطلاق؟ اللي بيحصل بعد الطلاق بيحصل خلل نفسي وخلل مجتمعي، لان الناس فاهمه، هو احنا اتفقنا الاول المره اللي فاتت ان هي الناس فاهمه مفهوم الجواز غلط، فبالتالي هي برضو فاهمه مفهوم الطلاق غلط، فهو لخبطه في المفاهيم. هم فاكرين ان الطلاق يعني لازم نتخانق مع بعض، ولازم نكره بعض، ولازم نتعامل مع بعض بطريقه وحشه جدا، وننتقم من بعض. يعني هو مين صح ومين غلط، مش مهم ان احنا خلاص وصل بينا المطاف ان احنا مش متفاهمين مع بعض، فدخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لكن معظم الناس يعني نادرا، في شريحة معينة من الناس اللي هي بتفهم هذا المفهوم، لكن للأسف بيبقى معظم العائلات الكل أولا بيبقى فيه قضايا ومحاكم كتيرة جدا بسبب عدم نضج الطرفين، يعني عدم نضجهم الفكري، بمعنى ان هما شايفين ان احنا داخلين خناقة، يعني انت انا هتطلق وهتديني حقي. طب هو قبل بس ما نفكر في الحقوق والواجبات نفكر ان في بيت او كيان اسري بيتخرب، او اطفال، وخاصه لو في اطفال فهنا في مشكله، فلازم العلاقه تبقى فيها قدر من الاحترام عشان الاطفال. ده ما بيحصلش وده ما بنشوفوش، بس هو احنا في الاول بنختار غلط ازواج او زوجات، بنختار غلط على اساس غلط، على معايير غلط اساسا، وبيحكمنا معايير زائفة زي المعايير السطحية والمادية والحاجات الظاهرية، وبننسى الجوهر، بننسى الـ 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 الأخلاق والشخصية والتفاهم. يعني ما احنا ممكن نبقى شخصيات مش متفاهمة، والناس بتبقى فاهمة انه بداية الجواز هو أهم حاجة الحب. لا، هو مش أهم حاجة الحب، هو من ضمن الحاجات، بس في احترام، في تفاهم، في ثقة، في توافق اجتماعي، توافق فكري، توافق مادي، كل العناصر دي. يعني احنا بنقول زمان ما كناش بنشوف ده، يعني ما كناش بنشوف نسب الطلاق العالية جدا عشان الأهالي اللي كانت بتختار، الأهالي اللي كانت بتختار فعلا، معظم العائلات الأهالي اللي كانت بتختار، والجواز قائم، الجواز كان قائم على يعني أسس، على وعي كده، وعلى أسس، وعلى هدوء، وعلى ما كانش فيه أنه أهم حاجة الحب، وأهم حاجة هو هيجيب إيه وهي هتعمل إيه، والمطبخ هنعمل فيه إيه، والحاجات يعني هنسكن فين ونعمل إيه، الشكليات. فطبعا لو أنا داخلة مشروع أو داخلة موضوع من الأول بيحكمه حاجات زائفة، شيء طبيعي أنه هو هيتهد. ده شيء طبيعي. طيب حضرتك برضو قلتي يعني نقاط مهمة جدا، عايزين بقى نقول لكل السادة المشاهدين إزاي نتجنب الحروب اللي بتحصل بعد الطلاق، خصوصا ان بيكون في عيال. اول حاجه لازم ان احنا نتكلم ونتفق على الطلاق، يعني ما ينفعش ان واحد سايب مراته واصلا ويبعت لها ورقه الطلاق، او لا انا طلقت غيابي، لا اصلا انا ما ينفعش، او مفاجاه، عامل مفاجاه. فهو ما ينفعش، لازم نتفق. اول حاجه لازم نتفاهم ونتفق، خلاص احنا ما فيش توافق ما بيننا، او ما فيش راحه نفسيه ما بيننا، فخلاص نبدا ان احنا نقعد مع بعض ونتفق هنعمل ايه عشان في ولاد، وهنتكلم مع الولاد بشكل ازاي، وهنقول لهم ايه. يعني احنا هنقول لهم ان احنا الاثنين لم نوفق، مش لازم ده غلطان او ده غلطان، مش لازم ده وحش واصل ده عمل بابا عمل وماما عملت. يعني الموضوع ما بيقلش اهميه عن الاتفاق اللي بيحصل خالص قبل الجواز خالص. ده عشان يعني زي كمان ما اتفقنا على الجواز لازم نقعد نتفق على الانفصال في كل حاجه، هنقول للولاد ازاي حقوقي واللي ليا واللي عليا والكلام ده. طب بعد الانفصال الولاد هتشوفهم ازاي، هتتعامل معاهم ازاي، يعني كل ده مهم. بتهيألي المفروض نبقى نتفق عليها واحنا بنتجوز، عشان خلاص الطلاق بقى كتير، فواحنا بنتجوز نكتب كده لسته، نكتب لسته ان في حاله انفصال، نعمل كذا وكذا وكذا. دايما الناس بتبقى فاهمه مفاهيم الجواز والحب والعلاقات غلط، يعني هي العبره بالنهايات وليست بالبدايات. البدايات دايما حلوه، يعني البدايات والانبهار، انا احنا بنشوفه ان ده اعجاب او بتشد او وبننبهر، مش هو ده الاساس اللي بيبني العلاقه، ومش هو ده الاساس اللي بيكملها. بالظبط كنت لسه هقول، مش ده اللي بيكمل، مش ده اللي بيكمل، لا مش ده اللي بيكمل طبعا. او ده اللي بيعمر العلاقه الزوجيه، يعني مهم يبقى في قدر من الحب والمشاعر، لان يعني برضو الناس فاهمه الحب غلط. ما هي احنا عندنا مفاهيم مغلوطه في المجتمع بيحكمها حاجات كتيره جدا، بيحكمها الوضع الاقتصادي والمادي اللي احنا فيه، بيحكمها القوالب الاجتماعيه اللي احنا تربينا عليها، الانغلاق المجتمعي، الحمايه الزياده، ما تكلمش ده، ما تكلميش دي، ما انتوا هتقعدوا في البيت، انا بشوف ابني من خلال كتاب، ذاكر وكل واشرب ونام وروح التمرين، وما فيش علاقات، ما فيش زمايل، ما في، يعني احنا بنشوف اهالي مدخله اولادها مدارس مختلطه، لكن ما تكلميش ده وما تكلميش ده. طب ما هو طب انت مدخلاها مختلطه ليه؟
يعني ليه عامله لها تناقض او عامله لها سبليتنج في الـ في الـ في التناقض في التفكير ليه وفي الرؤيه كده اساسا، وهي طبيعي ان هي هتخرج للمجتمع هتختلط بناس في اي مرحله من المراحل سواء في اعدادي او في ثانوي او في الجامعه وبعد كده تشتغل او ما تشتغلش، طب ما هي هتختلط بناس، مش هتختلط بناس في الشارع بالظبط. دي بقى المسجات او الرسائل اللي الاهل بينقلوها للابناء. يعني احنا بنقول ان انه يعني الحاجه وعكسها، ما ينفعش تبقي الحاجه وعكسها، لان انت ما تبقي ام او اب متناقض ابنك او بنتك هيطلعوا متناقضين. فهبدا ان انا اقيم الامور اصلا بطريقه متناقضه فهختار زوج غلط. وفي اهالي تقول لك احنا الحمد لله ربنا وفقنا اتجوزنا وعملنا كل حاجه في شهرين، هو دي خيبه ثقيله يعني، هو مش ده مش شطاره مثلا انه بنتي او ابني. انا فاكره ان ده توافق من عند ربنا وربنا يبارك بقى في العلاقه والكلام ده، ربنا يبارك وكل حاجه. لكن هو العقل مهم، يعني هو العقل مهم، ما ينفعش ان انا لازم كل حاجه. فتره الخطوبه تاخد وقتها، فتره التعارف تاخد وقتها، والاتفاقات مهمه جدا، لان احنا دايما بنشوف المشاكل الزوجيه ليه؟ لانه اللي هي بتؤدي الى الطلاق، لانه الناس ما بتتكلمش في كل حاجه قبل الجواز. يعني في حاجه اسمها قعده اتفاقات، مش ما بين الاهالي، ما بين الاطراف، هما الاثنين طرفين وبعض، هما الاثنين. هنتخانق ازاي؟ لو اتخانقنا هنتخانق ازاي بالظبط؟ يعني الفسح والخروج والسفر والكلام ده، الزيارات، يعني هنزور اهلك يوم ايه ونزور اهلي يوم ايه؟ بس ما بيتفقوش على امتى هيخلفوا. هنخلف بعد ايه؟ هيحصل مشكله بعد كام شهر بالزبط. احنا ما اتفقناش على كده، ونيجي نقول في المشاكل الزوجيه اصل انت وعدتيني بكذا، اصل انت وعدتني بكذا، طب ما انتوا في الاول ما وعدتوش بعض بحاجه وما اتفقتوش. فلازم الاتفاقات مهمه جدا، زي ما بنتفق على الجواز لازم نتفق على الانفصال، ونتفق هنعمل ايه مع الاطفال. طب يا دكتور في حاجه مهمه قوي، لو حصل ان في علاقه من الاثنين، يعني او في اثنين اتطلقوا بس في طرف منهم فعلا جاي على الطرف الثاني جدا، طرف مؤذي، دي حقيقه بتحصل كتير. بيبقى في ساعات، يعني مش كل الناس بتبقى لمجرد انهم اختلفوا، في طرف بيبقى مؤذي سواء ست او راجل، انا مش عايزه اخصص يعني. دي حقيقه. الطرف الثاني يتعامل ازاي وهو شايف انه على طول بيتم ايذائه ومش عارف يكون متسامح؟ مش قادر اكون متسامح. لا، هو احنا حقيقه ما بنطلبش من الست او الراجل ان هو يبقى متسامح. احنا بنطلب ان التسامح دي درجه كبيره قوي من العاليه قوي من النضج. يعني فيري هاي ليفل، ومقدره مش كل الناس قادره عليها بصراحه. يعني دي مقدره، في ناس تقول لك لا انا مش ما اتخلقتش عشان اسامح واغفر لا، فاحنا مش بنقول له سامح، احنا بنقول له او بنقولها تتكيف وتتقبل. يعني اتقبل ان انا اخترت في يوم من الايام اختيار خاطئ، او اخترت انسانه او انسان غلط، وانه ما قررش ده تاني، او حتى الانسان ده كذب عليا بس انا إيه خلاص يعني غلط، هتغفر على الفعل، يعني ده اتقبل انه انا غلطت في الاختيار، وبالتالي النتيجه جت نتيجه للاختيار الخطا. فلازم اقبل ان انا عملت حاجه غلط، او حصل حاجه غلط، او ما حصلش نصيب، او حصل حاجه غلط، حصل حاجه غلط، لان هي ساعتها ما بتشوفش ان هي بتقول لك هو كذب عليا مثلا وبين لي كذا، خلاص اوكي كذب عليك، حصل حاجه غلط، بس احنا في واقع، هارمز دان زي ما بيقولوا، احنا في واقع بالظبط كده، احنا في واقع. فلازم اتقبل ان في واقع، انا عارفه ان ده صعب جدا طبعا لمعظم الناس اللي شايفيننا، يعني بالذات اللي مروا بتجارب طلاق او بتجارب انفصال او لسه داخلين على جواز. بس مهم جدا انه فكرة التسامح دي مش شرط ان اي حد يوصل لها، ولكن فكرة التقبل ان انا اقبل ان في موقف صعب انا عشته واعرف اتكيف معاه، واركز، احاول اركز في الحاجات الايجابية الموجودة اللي في حياتي واشتغل عليها وانميها واكبرها، بحيث ان عمر ما الست او الراجل هينسوا التجربة المؤلمة اللي حصلت. لان في اطفال وامهات ما بتشوفش ولادها لانه الطرف الثاني واخدهم او الطرف الثاني، وفي امهات وابهات بتتحايل على الطرف الثاني تعالى شوف ولادك، ما هو نفس القصه برضو، وما بيشوفوش ليه؟ لانه ده في مواقف ما نقدرش، احنا مش هنغير الناس، احنا نقدر نغير ما بانفسنا، يعني احنا هنغير طريقه تفكيرنا وهنغير نظرتنا للامور. ده اللي احنا نقدر نعمله، بس ان انا اغير الشخص اللي قدامي او الشخص اللي قدامي ان هي تبقى احسن او هو يبقى احسن، دي حاجه مش هنعرف نعملها يعني. احنا معانا اتصال تليفوني. نهى. الو يا نهى. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي، قولي لي يا نهى انت مطلقه؟ الو. ايوه سامع حضرتك. اهلا بيك، انت مطلقه يا نهى؟ ايوه. احكي لنا بقى ايه بالظبط الكيس كانت عندك عامله ازاي، الحاله كانت عامله ازاي، اتطلقتوا وانفصلتوا بهدوء وكل حاجه ولا دخلتي في حروب ما بعد الطلاق؟ هو احنا طلقنا بهدوء بس كان في حروب ما بعد الطلاق شويه كده. في اولاد؟ حروب. كان عندي ولد. اوكي.
وكان يعني كان في الاول طبعا في خلاف اللي هو عارفه اول الجرح ده دايما بيبقى لسه مفتوح. ايوه. وكان هو ما كانش عايز يشوف الولد قوي، فابتديت اقول له لا لازم تشوفه، لان انا كان عندي اقتناع ان الولاد ما لهمش دعوه بغلطتي انا وهو. مزبوط. احنا اللي اخترنا بعض في الاول. فالولاد ما لهمش اي ذنب عشان ما يطلعوش عندهم اي تشوه نفسي اهم من اي حاجه. لما يكبروا هم ما لهمش اي ذنب. أيوة. ان أيوة. انا اخترت حد مش مناسب او هو كمان. تمام. بس بعد كده يعني دي كانت بصراحه يعني نعمه من ربنا ان هو اداني ان انا افكر اني اخرج يعني مشكلتي مع بابا من الولد نفسه. فحتى لو كان هو بيقول لي مثلا مش عايز اشوف الولد او ما عنديش وقت او، فكنت بقول له لا يعني لازم تشوفه ولو حتى يوم في الاسبوع. رغم ان انا يعني كنت مأذيه. طب هو كان ليه مش عايز يشوفه؟ يعني ايه وجهه نظره في كده؟ هو بيبقى في عقاب، يعني انت اخترتي كده تطلعي فبيشيلي بقى كل الحاجات. يعني مش مسؤول. يعني بيتخلى عن مسؤوليته سواء الماديه او المعنويه ان هو حتى يشوف الولد او يبقى مباشر لحياه الولد. حقيقي ده حقيقي. بيبقى زي يعني خلاص انت اخترتي فشيلي كل حاجه. ايوه. لما في اقول عندي كمان بيبقى الراجل فاهم ان قد ايه الام بتحب ابنها. فده يعني لما الولد او الطفل بيزعل فانا بتضايق جدا، فهو بيبقى عايز يضايق الام من ناحيه لا خلي الولد يزعل بقى، وبعدين بيكون الولد متعود على باباه فما بيتقطع منه مره واحده. ايوه. بيتاثر، فانا بالتالي بتاثر اكتر من ابني. انا ايوه. بس بعد كده يعني حتى لما كان هو ما بيديناش فلوس او قطع كل الحاجات، فكنت انا بقول له مثلا بابي هو اللي جاب الحاجات دي. يعني انا حسيت انا دور طول الاب ورا ظهره برده علشان هو ملوش ذنب. تدعمي دايما حاله النفسيه. طب الوضع ده مستمر ولا اتحسن شويه؟ لا طبعا مع الوقت طبعا هو بيبقى فيه معاناه شويه بعد الطلاق. بس بعد كده يعني برده ربنا اداني حكمه ان انا ابقى كويس. يعني هو يعاملني وحش وانا عامله كويس، هو يعاملني وحش وانا عامله كويس. ربنا يقدرك والله. طبعا. برافو عليك. يعني هو والله انا مش من كله من نفسه، هو ربنا طبعا بيدينا حكمه ان احنا نعمل ده. بس انت عاقله لانك استوعبتي الموقف. يعني ما حد غيرك كان ممكن لا، يعني انما فعلا بالظبط كده، انما انت فعلا زي ما نقول سقتي الموضوع صح. ايوه صحيح. هو لان عشان انا بحب ابني برضو، يعني عشان انا حتى يعني حتى لو احنا ما بيناش يعني متفقين مش هنقول ما بنحبش بعض، لان انا ما بحبش كلمه كره او حاجه زي كده. أيوة. بس لو حتى ان احنا مش متفقين فانا بحب ابني يكون سعيد، يكون على الاقل بنسبه كبيره، لان عمره ما حد هيعوضه بابا. طبعا. برافو عليك. في حاجه مهمه ان انا افرض لا قدر الله مت، مين هيبقى في حياته؟ طبعا هيفضلوا بابا. برافو برافو. يعني حتى لو كل اهلي او كل الناس اعتنت بابني بس مش زي بابا، فلازم هو يبقى فاهم ان بابا ده احسن حاجه في الدنيا حتى لو احنا الاثنين بينا خلاف. برافو عليك يا نور. وخدقيني انا بنصح ناس كتير قوي من المطلقات بقابلهم في حياتي ان سواء راجل او ست خرجوا الولاد خالص من مهما كنتوا بتتعانوا او مهما كنتوا بتتالموا او مهما كان مشاكل، الولاد بره الموضوع ما لهمش ذنب. بنشكرك يا بنشكرك جدا يا نور، انت نموذج بصراحه هايل. هو ده النموذج، هو ده النموذج الصح اللي كل الستات فعلا يعني هو يا ريت حقيقه كل الستات تبقى مدام نهى، لكن هو الواقع ما بيخليناش كده، لانه واضح انه مدام نهى عندها القدرة النفسية والصبر والتحمل والقدرة المادية كمان ان هي قادرة تصرف او تعول على ابنها. بالزبط. مش كل الستات بتقدر تعمل ده، ومش كتر الستات عندها هذه القدرة والتحمل النفسي ان هو يبقى الاب اساسا وحش وغير مسؤول وهي تقول له لا ده جميل. يعني ممكن ما تقولش حاجة خالص بس لا ده جميل ده صعب قوي. فربنا معانا تليفون دلوقتي استاذة هبة عادل، هنعرف دلوقتي الرأي القانوني ايه. استاذة هبة اهلا وسهلا. استاذة نور حضرتك. اهلا بحضرتك، نورتيني في اللمة الحلوة. الله يخليك. طبعا حضرتك محامية وانا عايز اعرف النهاردة من حضرتك الرأي القانوني ما بعد الطلاق والحروب اللي بتحصل بين الازواج بعد الطلاق، رأي حضرتك بيكون ايه؟ وحضرتك ممكن تقولي لكل السادة المشاهدين ايه النهاردة؟ الحقيقة ان الحروب اللي بتحصل بعد الطلاق اكتر بكتير من اللي بتحصل وقت انهاء النزاع، لانه بيحصل مشاكل وتتابعات لما بعد الطلاق. زي ما كانت المدام على التليفون كده بتحكي، حتى لو في اتفاق على نفقه، على مكان لاقامه الولد، على التزام الام دي كحاضنه وده شيء بيستحق اجر،
بتفاجأ طبعا بعد التنفيذ الواقعي ان الاب في اغلب الاحوال مش كلها بيحاول يتهرب من دفع الالتزامات، واحيانا كمان بيربط الحقوق المعنويه للطفل بالحقوق الماديه. فانا ما بشوفوش يبقى مصرفش عليه، لان لو شفته يبقى مضطر اصرف عليه. لكن للاسف الشديد، واظن فرصه كويسه ان الدكتوره، انا عرفت ان الدكتوره موجوده في الحلقه كمان، انه في شيء يعني اكيد محتاج دراسات وتفسير علمي نفسي طبعا. ازاي الزوجين بينتقلوا من النقيض الى النقيض، من حاله الحب وحاله بناء المشترك للاسره والبيت الى حاله العدوانيه الشديده جدا اللي بتصل في بعض الاحيان انه الاب او الزوج المنفصل يهدد الام، واحيانا يهددها بالابناء، وده شيء غريب يعني انه شخص ينتقل من هذه الحاله الى هذه الحاله. لكن كمان انا عايزه اقول انه النموذج المثالي اللي احنا بنطالب بيه مش نموذج المكالمه اللي فاتت، انه الست تتحمل المآسي وتشوه وما يصرفش عليه وهي تجمل هذا الوجه. احنا محتاجين علاقه متوازنه، يعني على الاقل كل طرف يعرف فيها مسؤولياته ويلتزم بيها والالتزام القانوني. وهنا يعني خلينا نقول انه كانت فكره صائبه انه يحصل تعديل في القانون لربط بعض الحقوق ببعض الالتزامات، زي موضوع النفقات والرؤيه وتسهيل اي خدمات اجتماعيه او خدمات للاب داخل المؤسسات الرسميه، انه يكون مرتبط بانه ما عليهوش احكام نفقه او مستلزمات لاطفاله الصغار، سواء بقى منفصلين او مش منفصلين. لانه احنا الاعداد اللي بتوصل للمحكمه من المشاكل الخاصه بالطلاق هي اقل بكتير جدا من الاعداد الحقيقيه. مش كل الازواج بيروحوا المحكمه طبعا. يمكن الرقم يعني ما فيش دراسه واضحه، لكن الارقام كلها اللي صدرت بتشير انه تقريبا اللي بيوصل للقضاء هو ربع هذا الرقم الفعلي. فمعنى كده ان احنا عندنا 75% من اجمالي الحالات ما بيوصلوش للقضاء، واما انه النزاعات دي بتتحل بشكل ودي او بتفضل نزاعات مشتركه وموجوده. فده كان مهم جدا يعني ان احنا نبص للحاله دي. وطبعا نسب الطلاق الشفهي اكتر بكتير جدا من الطلاق الموثق. وللاسف الغايه الاساسيه من الطلاق الشفهي هو عدم التزام الزوج باي حقوق مرتبطه بحاله الانفصال سواء للزوجه او للابناء. وطبعا دلوقتي في بعض الاصوات بتتكلم عن انه الستات اخذوا حقوقهم وانه الازواج مش وحشين. احنا هنا بنتكلم في اطار الحاله العامه او السمه العامه الغالبه. في اغلبيه الحالات انه الرجاله هم اللي عندهم اخلالات واضحه جدا بالالتزام بالنفقات. في ستات وحشه، في ستات ممكن تكون عندها مخالفات تكييد لزوجها او لطليقها، لكن دول نسبتهم لازالت هي النسبه الاقل والاضعف. علشان كده احنا محتاجين نحط الامور في نسبها الصحيح. فاحنا لما بنتكلم عن انه الابناء لهم حقوق، الزوجه او المطلقه لا حقوق، لابد ان يكون الاطار القانوني مربوط بالاطار التنفيذي. استاذه هبه، احنا بنشكر حضرتك جدا على الراي القانوني اللي اكيد فاد كتير من المشاهدين. بتقول لك النسب كلام هي 75% اللي احنا بنشوفه ده مش الاساس، ده غير اللي منفصلين مش متطلقين ولا قايلين انهم متطلقين. احنا نلغي مشروع الجواز اساسا بقى من بابه وخلاص. لا دي مشكله فعلا، مشكله كبيره بحقيقة. يعني كل الاعداد اللي في محاكم الاسره دي مش حقيقيه. ده يعني 25 ده بقول لك الربع تقريبا. طب انا عايز في سؤال بقى عايز اساله لحضرتك، ان القانون بيحترم جدا المراه وبيديها كل حقوقها تقريبا، الزوج هنا بقى اللي مراته بتلوي دراعه بالعيال، اللي مراته بتعمل وبتعمل اللي هي طليقته دي، نتصرف معاها ازاي بقى؟ لا دي مشكله طبعا، لان هو لازم الاهالي دايما يبقوا قدوه، لازم دور الاهل هنا. وان هي لازم تخضع لان هي تلاقي حل مع نفسها عشان خاطر ابنها او بنتها. يعني هي الماجوريتي او معظم الناس اللي بنشوفهم العكس، يعني ان هو الراجل هو اللي بيمتنع عن ان هو يسال على اولاده او يصرف على اولاده. القانون ظبطها فعلا دي حقيقه. ولكن برضو لسه في بعض الحاجات اللي هي خارج، يعني مش لازم اروح ارفع قضية عشان اخد حقي. فده جزء برضو زي ما قلت حاجة، دي شريحة معينة. لكن باقي الناس انه الست بقى اللي هي بتلوي دراع جوزها عشان يصرف، لا ما تبقى تصرف، يبقى شوف ولادك. طب ما هم الاطفال هم اللي بيتأذوا، يعني هي في كل الاحوال هي ولادها هي اللي بيتأذوا. فهي لازم تبقى فاهمة الموضوع ده، ولازم تبقى فاهمة ان ده غلط في الصحة النفسية بتاعت الاولاد. وان هو لازم فجر الاب، يعني لازم رمز الاب يبقى موجود في حياه الاطفال. طب وتقولي ايه يا دكتور للمجتمع والاهالي اللي دايما لما بتيجي تحصل حاله الطلاق هم بيفضلوا ايه؟ هم بيفضلوا يحملوا
المرأة ان هي انت فاشلة او انت سبب ما استحملتيهوش ليه. أيوة. ما سكتيش ليه، ما عملتيش ليه، يفضلوا يتكوا عليها. فهي اللي بيحصل ايه، ان هي ضغوط نفسية من كل الاتجاهات، من المجتمع ونظرة المجتمع ليها ومن الاهل، فبالتالي بتبقى ايه، بتبقى بتطلع العدوانية دي طبعًا. ناحية الزوج اللي ناحية او اللي مطلقها ده. طبعا طبعا، ما هو ده بقى الكارثة النفس مجتمعية اللي احنا فيها، انه هو دايما اوكي ان هو مش بيشوف ان الغلطه، دايما بيصب ان الغلطه عند المراه. هو ليه ما يكونش ان الغلطه عند الرجل، او ليه المشكله ما تبقاش في العلاقه نفسها، او احنا الاثنين غلط؟ يعني ليه دايما الست بتولام؟ فدي كارثه، لان الست هنا ما بتولام، هي الست دي هي اللي مسؤوله عن تربيه الاولاد على فكره. فلو انا خليتها كبش فدا واصبحت محطمه نفسيا، هي هتطلع اطفال محطمين نفسيا. فبقى انا ما عملتش حاجه. فنقول ايه للمجتمع؟ نقول انه ما نبقاش مجتمع سطحي، وما نبقاش مجتمع بيوصم المرأة، وان احنا تبقى الوصمة ان الست المطلقة او الست المنفصلة دي وصمة او واخدة لقب، لان هي زيها زي الرجل المنفصل المطلق، هي انسانة برضو ليها حقوق وليها احتياجات. فانا بشوفها انه مش من حق اي حد يحكم على اي حد، مش من حق اي رجل او ست يحكم على اي رجل او ست اخرين، لان فكره الحكم نفسها غلط. مش من حق حد يحكم على حد، ومش من حق حد يوصم حد، اللي هي الاستجمة، عامله بالظبط زي الاستجمة او الوصمه بتاعه المرض النفسي. هي نفس الفكره، المرض النفسي، الست المطلقه، الرجل اللي مش عارف عامل ايه. يعني لان مهما عرفنا ومهما شفنا، انت عمرك ما هتعرف مش هذه هنعرف السيده دخلياتهم او هذا الرجل فيها ايه بالظبط جوه البيت. بيبقى انت بتشوف من بره على فكره، انت ممكن تشوفي من بره الشكل، يعني لا تتخيلي ان هذه السيده ممكن تبقى محطمه نفسيا او عندها كم الضغوط النفسيه اللي وثقتها دايما بتتهز على فكره، حتى لو هي كل الاسلحه معاها. فاقول مجتمع ايه، اقول مجتمع كل واحد مهم يبقى في حاله. يعني ركز على نفسك، ركز مع نفسك، ركز مع نفسك، حل مشاكلك انت. طب احنا معانا احمد، معانا احمد من القاهره. الو يا احمد. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك يا احمد. الله يخليك. طبعا انسات اتكلمت، فباقي بقى الراجل اللي يتكلم. نفسي والله، نفسي اسمع، نفسي اسمع وجهه نظركم. ايه؟ والله اتفضل. انا متزوج ومعايا 4 اولاد. ايوه اهلا وسهلا. وعلى وشك الطلاق. ليه كده بس؟ لسه الطلاق ما تمش، بس على وشك الطلاق. اتضح بعد مده من الزمن ان هي مريضه نفسيا. حضرتك خلفت 4 منها صح؟ 4 دي مش علامه رابعه. طب يعني بقى لك كام سنه؟ اول ما عملت كده اتخضيت. لا سيبك من عدد، كام سنه بس متجوز؟ عدد أربعة. السنين 4. نعم. كام سنه متجوز حضرتك؟ يعني بتاع 25 سنة. طيب 25 سنة وبعدين اكتشفت انها مريضة نفسيا؟ والله. ازاي بقى؟ طب ازاي؟ احكي لنا ازاي. بتطلب مني ان اتزوج. طب احكي لنا بس الاول، انت متضايق منها في ايه؟ انا مش متضايق. امال ايه؟ اكتشفت انها مريضة نفسيا ازاي؟ هي اللي متضايقة. متضايقة من ايه؟ ما تعرفش، هي ما اقول لك مريضة نفسيا. لا طب ثانية واحدة، هي ممكن تكون يعني السنين الاخرانية او السنة الاخرانية او الشهور الاخرانية هي متضايقه من حاجه نفسيا، ففعلا ممكن تكون محتاجه. معرفش، ما هي اللي بتطلبه بتاخده مصاريف. لا ما هو الحياه مش مصاريف بس، ما هي ممكن محتاجه حنان منك، اهتمام منك. حنان موجود وكل حاجه موجوده، هي مريضه نفسيا. ده انت اللي بتقول. انت شخصتها منين انها مريضه نفسيا؟ يعني منين ان هي مريضه؟ معرفش، معرفش الكلام ده اللي في الاخر. لا ثانيه واحده، ما هنمشي واحده واحده بس، ثانيه واحده اصبري عليا يا مروه، ثانيه واحده. مش منطقي الكلام. هي اشتكت من، او يعني هي انت حاسس انها مريضه نفسيا من قد ايه؟ من 3-4 سنين. 3-4 سنين، ايه اللي لاحظته فيها جديد؟ منهارة باستمرار. منهارة؟ منهارة جدا. أيوة. ما بتقبلش اي حاجة. تقفش، تتنرفز، مش عاوزاني اكون في البيت، تقولي اتجوز، واولادها يقولوا لي اتجوز، لان احنا سامعين وعارفين حواليك، انت وانا كله مستحمل عشان الولاد. طب انت ما حاولتش تقول هي ايه اللي وصلها كده؟ ما هي كانت ماشيه معايا كويس كل السنين اللي فاتت، يمكن انا جاي عليها شويه اليومين دول، يمكن في ضغوط. وراثه، وراثه عن امها وعن جدها وعن وراثه. يعني اكيد كان هيظهر يعني طول السنين اللي فاتت كانت هتظهر مثلا ان هي دي وراثه. ظهر بعد 15 سنه ولا بعد 20 سنه. يعني هم في سن كبير شويه بيجي لهم حاجه نفسيه. والله. طيب حضرتك حاولت تعرضها على طبيب نفسي؟ عرضنا طبيب نفسي. قال ايه؟ قال لها خلاص ابعدي، خليكي في يعني ما بعد عن بعض. خليكوا بعاد عن بعض. قال خليكوا بعاد عن بعض. طالما وجوده معاكي بيضايقك يبقى ابعدي عنه.
طب نصحها هي بكده الولاد. نعم. نصحها هي بكده بان هي تبعد عنك. اه والله بالست اشهر. وانتوا قاعدين مع بعض لسه في بيت واحد؟ لا انا عشان اولادي بعدت عنها وهي بيتي برضو. عشان البيت تتربى عندي اغير بيتي السنة. طيب احنا هناخد راي دكتور سالي، بس انا هقول على حاجه، اكرمها عشان حتى لو ده مرض في العيله اكرمها، عشان دي عاشت معاك كل السنين دي وفي مشكله عندها في الثلاث سنين الاخرانيين، مين عارف هي فيها ايه، مين عارف السبب ايه، احنا بنسمع وجهه نظر واحده. نعم. فمحدش يعرف وجهه النظر الاخرى. ولا تنسوا الفضل بينكم طبعا. انا بالزبط. عشان العشر وعشان الله يبارك لك. انا اللي بعت. الله يبارك لك، الله يبارك لك. هنسمع راي دكتور سار. بس هي مصممه على اني انا اتجوز. انت والله لو هي مصممه خلاص وانت بتتلكد خلاص ماشي اتجوز. يعني هو الحل الجواز، انت هتشوف انك هتبقى سعيد في الجواز اتجوز يعني خلاص. بس خلاص يعني. لا اقول رايي. رايي قوي يهمني رايي بصراحه. الولاد ليها تاثير ايجابي ليها اكيد. لا الولاد بيقول لك الولاد بيقول لا يتجوز. اولا يعني هو متجوز بقاله 25 سنه، المرض النفسي قاعد معاها بقاله 25 سنه، وفجاه في اخر سنتين طلع يعني داوتفل، ممكن نشك في حاجه زي كده، لان المرض النفسي ليه جذور وليه بوادر، دي حاجه. أوكي. الحاجه الثانيه يعني انا المرض النفسي مش وصمه، مش عيب، مش حاجه حرام، ده لخبطه في كيمياء المخ. كلنا معرضين لضغوط نفسيه، وكلنا معرضين ان احنا يجي لنا امراض نفسيه. على فكره ما فيش فاكسين ضد المرض النفسي، ما بناخدش كده فاكسين طق ضد الاكتئاب، فاكسين ضد الاضطراب الوجداني، ما فيش كده. فاي انسان فينا معرض ان هو يتعب نفسيا، كيمياء المخ بتتلخبط، فبيبدا الانسان سلوكياته تتلخبط. الاعراض اللي هو قالها منهاره وبتعيط، طب فيها ايه منهاره وبتعيط؟ يعني برضو انا مش فاهمه، مش متحامله عليه يعني، بس برضو مش قادره افهم. الحاجه الثانيه انه لو هي مريضه نفسيا وحضرتك رحت معاها للدكتور، اولا مبدئيا انا الكلام طبعا فيه لخبطه وفيه مش صح قوي، لان هو ما فيش دكتور نفسي بروفيشنال، احنا ما بنقولش للناس اعملوا ايه او احنا بنشتغل في العلاج النفسي، ما بنقولش لحضرتك اتجوزي او اتطلقي. بنقول ده الدنيا بقت سهلة. نفسي من الطرف الاخر. يعني ما فيش علاج نفسي بروفيشنال في الدنيا بيقول ابعد عن مراتك واعمل مش ما فيش الحاجات دي خالص، ما فيش في اوضه العلاج الكلام ده. العلاج النفسي المحترم المهني مفيش الكلام ده خالص. ففي لخبطه في المعلومات ولخبطه في الرسائل. انا بس تعليقي ان هو انا هطلقها اصل هي طلعت مريضه نفسيا، يعني الكلمه دي وجعتني قوي، يعني الكلمه دي مجرحه ومهينه، لانه يعني هي مش جزائها ان هي كيمياء مخها اتلخبطت. وبعدين هو ما قالش برضه اسباب جوهريه كبيره، قالت عصبيه وبتعيط. طب وهي ايه اللي وصلها لان هي تبقى عصبيه وبتعيط؟ ممكن بعد العمر ده اكيد حد كده بيجيب له. ما اكيد في ضغوط، اكيد في ضغوط في الحياه يعني بتخلي الانسانه هتبقى جايبه اربع اولاد، وبعدين ده هي ممكن فعلا يبقى عندها شعور بالذنب تجاهه، فبتقول له ايه اتجوز، هي عايزاه مبسوط، ففي عز تعبها بتقول له اتجوز. يعني كده مش مريضه نفسيه بالظبط، ده كده عندها يعني سلام نفسي رهيب. عشان كده بنقول ان احنا فعلا سمعنا من طرف واحد مش من طرفين. طبعا. دكتور سالي انت نورتينا النهارده وبجد كان الحلقه جميله، وكنا عايزين لسه نسال اسئله كتير ان شاء الله نكررها في حلقات ثانيه. عايزين وعد في حلقه ثانيه مهمه جدا ان حضرتك تيجي معانا. لا دي موضوع موضوع ست والراجل دي ما بتخلصش، بس موضوع مهم جدا اثرناه النهارده اللي هو نظرة المجتمع للمطلقة، دي مهمة جدا، ونفسيتها هي طبعا. وازاي ان الناس بتوصمها بالفشل وهي طبعا. مش فاشلة ولا لا حاجة، لا هي مش فاشلة، هي ممكن ولا تكون ناجحة جدا ولا الطلاق فشل بالظبط كده. نشكرك يا دكتور جدا. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا مروة على انك كنت معايا النهارده. حلقة جميلة وان شاء الله نكررها تانية. بنشكر الدكتورة سالي الشيخ استشاري العلاقات الزوجية، بنشكر حضرتك. ميرسي يا حبيبي. اعزائي المشاهدين بنشكركم، وان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله مع موضوع اجتماعي جديد يهمكم ويهم كل أسرة عربية. ألف شكر. نلتقي غدا إن شاء الله.